أكدت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة دكتورة ريم رضوان أن مخزون الطوارئ لدى بنك الدم آمن، والمخزون اليومي الذي يصرف للمستشفيات آمن، والحاجة إلى التبرع بالدم مستمرة لتلبية احتياجات المستشفيات. وكان عدد كبير من المواطنين والمقيمين قد توافدوا على بنك الدم اليوم للتبرع، وذلك في لفتة إنسانية انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية والإنسانية.